لا تأسى أن نقدم لكم نبذة ذاتية عن الدكتور إبراهيم التيلي. هو من مواليد غوش 1961 بأكادير، متزوج وأب لطفلين، مؤطر ومدرب مغربي في العلاقات الأسرية والتربية الوالدية، مدرب في التنمية البشرية والتطوير الذاتي، معتمد من مركز إلى فتاية، خريج معهد كرسي النور للتدريب الأسري للقيادات الاجتماعية في دولة الكويت، مدرب في التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالسيناريو، تكوين أساسي في الحوار غير العنيف من مدرسة الآباء والمدرسين البلجيكية، مدرب كورسات أن تكون أبا اليوم، الحياة الحميمية بين الزوجين، رخصة سياقة للحياة الزوجية، رئيس مجلس إدارة دار السعادة الأسرية بسلا المملكة المغربية، مدير عام فرانشايز إلى فترين الرضا، مدير مركز أول دوين سنتر للتدريب والاستشارة، الرئيس الوطني لجمعية السلام للأعمال الاجتماعية بالمغرب، جمعية وطنية لها 28 فرع في مختلف مدن المملكة، رئيس جمعية ساموت للتنمية القروية، رئيس جمعية الأهل وأصحاب الأطفال المتخلى عنهم، نائب رئيس نسيج بسمة للتنمية الاجتماعية 160 جمعية، مستشار اجتماعي وأسري لموقع إسلام أونلاين. أستاذ مرحبا بك، خلت تقدم شوية. حضرات السادة والسيدات، أولا نشكر جمعية الفيزيائيين، لا صح النطق، يا جمعية الفيزيائيين، صحيح؟ أساتذة الفيزياء، أنا ما أعذروني، أساتذة الفيزياء بفرع الرباط، و يعني سعيد أن أكون بينكم للعام الثاني، اخترنا معكم ورشة في السنة الماضية. اليوم استدعاني الإخوة في المكتب أن أوتر هذه الورشة التفاعلية بيني وبينكم فيما يتعلق بالإيجابية في الدافع والمحيط. طيب، حقا اللي كنت جاي قلت باش غنبدا معاكم، حبيت أن نقسم معكم هذا النسب وكيف يتخذ القرار الصعب. يقولون أن النسب يعيش كم؟ 70 سنة. وحتى يعيش الصقر أو النسب هذا العمر كله عليه اتخاذ القرار الصعب. ترى ما هو هذا القرار؟ قالوا أنه حينما يعيش النسب أو يعيش الصقر 40 عاما تكون أظافره، انظر إلى أظافره التي كانت تتميز بالمرونة اللي هي الأساس في اصطياد الفريسة. كبر 40 سنة تكون أظافره أصبحت معكوفة هكذا قوية جدا لا تمكنه يصطياد الفريسة. ثم لما تبلغ ايضا نفس السن يكون منقاره قد اصبح معكوفا شديد الانحناس. لما تبلغ ايضا 40 سنة تكون الريش بتاعه فخيم لا يمكنه من الطيران، ويصبح الطيران بالنسبة اليه شيء صعب جدا. طيب، حتى يعيش النسر أو يعيش الصقر، هذا الصقر حتى يعيش الصقر مدة أخرى ويكمل تقريبا 70 50 60 سنة، ماذا عليه أن يفعل؟ هنا القرار صعب جدا وقوي، عليه أن يصعد إلى أعالي الجبل. في أعالي الجبل ماذا يعمل؟ يقوم لوحده بضرب منقاره على الصخرة بكل طبيعة
الآن الدماء والمعاناة التي سيعانيها، لأنه غريزة الحياة وغريزة البقاء تتطلب منه أن يتخذ هذا القرار. أيضا بعد الانتهاء من المنقار يتجه إلى المخالب، فيعمل أيضا على تكسيرها